السلام عليكم ورحمة الله. ده مفك اوتوماتيك ماركت وورك برو، في منه اتنين موديل، ده مفك اوتوماتيك بخزنة وده مفك اوتوماتيك عادي. المفك العادي بيجي معاه غيارات مزدوجة بيديك 12 شكل من المفكات، اما المفك اللي بخزنة فبيجي معاه 15 لومة تقدر تركبهم ويديك 15 شكل من المفكات. دي طريقة فتح الخزنة وتقدر تركب اللقم جواها عشان تحتفظ بيها في قلب المفك، وبتختار طبعا اللقمة المناسبة لشكل المسمار اللي هتفكه من الخزنة وبعدين تبدأ تركبه في المفك، وبيثبت عن طريق المغناطيس. البكرة دي من خلالها بتتحكم في اتجاه اللف، اما في اتجاه اليمين او اليسار او انه يكون ثابت. وده مفك الاوتوماتيك العادي، تقدر بسهولة تفك الريشة بالطريقة دي وتقدر تركب اي غيار مناسب على حسب طبيعة المسامير اللي هتستخدمها. وفي هنا اضافة بسيطة، تقدر من خلال اليد تخزن بعض المسامير الصغيرة اللي بتحتاجها في عملك. وده شكل الغيارات اللي بتيجي معاه، بيديك 12 شكل مختلف. ماركة وورك برو هي اكبر ماركة في العالم لانتاج المعدات اليدوية، وليها مصانع في الصين وامريكا واستراليا، والوكيل الحصري ليها في مصر هو توكيل شريف عيد شركة العدد الميكانيكية. روابط الشراء ان شاء الله هسيبها لك في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله.